السلام يا شباب، حنا كنتوجدوا في درب الانجليز عند واحد البلاطخي هنا كيدير البلاطخ. غادي نشوفوا كيفاش كيصنع واحد اللوحه ديال القبص. دابا هنا كتاخذوا غبره كديروا في السطل كترجعوا بحال العجينه هيك، ومن بعد كتخوي على هذاك المول ديالو. وكل مره في ما كتعمر دابا فوق هاد اش كتسميو هاد الخيط هذا؟ فيلاس. الفيلاس بحال الفيلاس ديال لي بلومبيي. واو. اذا هكا مره كتعمرو كتعاود دير كوش، شحال من كوش كدير؟ عندك العبار ديالك. العبار ديالك. العبار ديالك على حسب الغرق ديالو. هادي متر وعشرين في الطول في العرض. في الطول ديالها متر وعشرين وفي العرض 60 سنتيم. 60 سنتيم، ايه. ومن بعد ملي غادي دير هاد الشيء اللي جاري غديرو فوقه، غتعاود دير عاوتاني فيلاس اخر ولا لا؟ لا ما نديرش. لا صافي، مرة واحدة كدير فيلاس. مرة واحدة. كل واسطة هو ما كيبانش. يعني واخا يكون غليظ ولا رقيق فيلاس مرة واحدة. مرة واحدة. هو يكون في البلايص كامل. كامل داير فيها. كادر. ويكون حتى الواسط. يكون حتى الواسط. مو يكون في البلاكة كاملة. يكون في البلاكة كاملة. اش هو العمود في الحالة؟ أيوة. من طنجة والعائلة ديالك راه في طنجة؟ المهم في المكان، المكان بلاصتي كنت بلاصة. في المكان ديال بلاصة كنت بلاصة مع هذا. شحال دابا انت كتخدم في هاد البلاطر؟ عامين. شي عامين انت كت تسمى بلافون؟ نعم؟ بلافون. اش كتسمى؟ بلافون. بلافون. شحال كتخليها تنشف ديال الوقت؟ 10 دقائق. 10 دقائق صافي تنشف وتحيدها تخرج من هنا. يا برافو عليك يا شيخ. إذا كلشي 10 دقائق. برافو عليك. قولي خليل. أش الاسم ديالك؟ عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا لايك، ما تنساوش تشاركوا معنا في قناة ديالنا خليل بلوغ، كلها متواصلة. السلام عليكم.